بص، ازاي ان انت تعمل خدعة ان انت كنت مع ممثلين او في فيلم كذا؟ اه هعلمك بقى تعملها ازاي. التالي عند الفيديو ده اهو، حط الفيديو. اهو تحدي كده، اعلمك بقى ازاي. اهو نجيب الطبق، ادي وصايت، ادي بودي. الو، هتحط نفسك في الخدعة الرهيبة زي في فيلم مثلا. اها تحصل؟ لا ابيض. اقول لك بقى تعمل بقى ازاي. تعمل بقى تعمل انت اللي عايزه بقى. بعد شوية تعدله كده، حدي كده. اها هذا مفتاح الصف. اه هتحطه فين؟ اهو هتحط الحتة دي. انت كنت فيلم مثلا، اها لو وقفن كده اهو. اه ادي نجيب المقص، نص بقى نص الحتة. يبقى ايه الولد ده باصص اهو. لا لا حطه هنا، نحطه ايه الولد ده هنا، نحطه بقى هنا. بقى شوية ندوس مفتاح الصفا. اهو ندوس مفتاح ان انت نفس الحتة دي. انت كنت واقف هنا ومع الممثلين. ايه دي الحتة دي بالظبط. اهو تدوس له. قص 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 المشهد. قص انا اقصد بقى احذف. ادي ادي الحته دي. انا ايه كنت مع الممثلين في فيلم مثلا. ايوه صح. او انت بقى تحتف بقى. هعلمك بقى تعمل كل حاجه. وين احتفل المفاجأة؟ لا 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 اول اغنية اطفال بصوت ابني. ايوه اهو اول اغنية بصوت ابني. اهو المفاجأة؟ لا لا اول اغنية اطفال بصوت ابني في ياسر اهو تصدير المشروع. اهو صدره اهو كل حاجة. لما تحذرش، لو خدت الفيديو من حد وحطيته على اليوتيوب ممكن اتحذر على فكرة ويحذفوا لي الفيديو او يقفلوا القناة. اما فاضل لما تحذرش اهو. نشوف سفركم في العاب عبد الرحمن فيديو على اليوتيوب. مع السلامة.